سلام لكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم رد العبايه او البلوزه باكتر من طريقه. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم واتمنى لكم مشاهده ممتعه. ده كده شكل المرد وده شكله بالطريقه التانية. طبعا المنطقه دي هتكون كلها سرفله. ده القماش بتاع المرد هيكون قماشتين بالشكل ده. العرض هيكون في حدود 8 سم علشان لما اطبق المرد بالطريقة دي يدينا 4 سم، 1 سم للخياطة و 3 سم ده عرض المرد. ده كده دوران الرقبة اللي هشتغل عليه. هعمل طول المرد في النص بالشكل ده. طول المرد هيكون في حدود 12، يعني من 12 ل 15 سم، والعرض هيكون 3 سم. عرض المرد هعمله بالطريقة دي، هيكون 1.5 سم قبل الخط و 1.5 سم بعد الخط، وهعمله بالشكل ده. بعدين هعمل مثلث بالشكل ده. هثبت الفازلين وهعمل مكوى زي ما قلت لكم 1 سم بالشكل ده، وهنجي نشوف هنكمل ازاي. بعدين هقص المرد من النص بالشكل ده. عرض المرد زي ما قلنا 3 سم، 1.5 سم قبل الخط، 1.5 سم بعد الخط، والمثلث اللي انا عملته ده هقص المرد بالشكل ده، وهقص المثلث برضو. ده ومشي المرد بعد ما ثبته فازلين وعملت له مكوى بالطريقه دي. بعدين هجيب البلوزه او العبايه اللي انا هعمل لها المرد واحطها بالشكل ده على القلبه، والمرد هيكون على العدله، يعني عدله المرد هتكون على قلبه البلوزه او العبايه. هخيط بالشكل ده. بعد ما خيطته بالطريقه دي هجيبه على العدله وهعمل المرد، هتني بالشكل ده وهخيطه مرة تانية. هيبقى ده شكله. برضو هعمل الناحية التانية بنفس الطريقة. هجيب البلوزة او العباية وحطها بالشكل ده وحط عليها المرد واخيطه. بعد ما خيطته برضه هعمله بنفس الطريقة. هعدل البلوزة او هعدل العباية وهجيب المرد هتنيه بالشكل ده وبرضه هخيطه. سهل جدا جدا ونظيف جدا، مش محتاج سرفلة ولا اي حاجة. بعد ما عملت المرد بالطريقة دي هيكون ده شكله. هدخله من جوه بالشكل ده. شايفين ده شكل مرد قبل حتى ما كمله خياطة، شكل مرتاح جدا. بعدين هدخله من جوه. شايفين ده كده هيكون شكل المرد مظبوط حتى قبل ما اكمله. بعدين هاجي اخيط المثلث في المرد بالشكل ده. طبعا المرد بالطريقة دي مش محتاج سرفلة. بعدين هشيل الزيادة. ده هيكون شكل المرد، شكله نظيف جدا وسهل جدا. ده شكله من جوه. بعدين هعمل خياطة التثبيت في المرد بالشكل ده. تقدروا تستغنوا عنها، يعني على حسب رغبتكم. ده كده هيكون شكل المرد. الخياطة دي تقدروا تستغنوا عنها على حسب ذوقكم ورغبتكم. دي كانت الطريقة الأولى. الطريقة التانية بالطريقة العادية اللي أنا قدمتها لكم قبل كده. فاللي مش حابب يكمل الفيديو معايا على حسب رغبتكم برضو. هاجي أعمل المرد بالشكل ده، هقصه. ممكن ما نقصوش، نخيط المرد الأول وبعدين نقصه، يعني على حسب رغبتكم.
بعدين هجيب قماش المرد اللي هو هيكون 4 سنتي بالطريقة دي، 3 سنتي مقدار المرد، وسنتي مقدار الخياطة، 4 سنتي مطبق. هخيط بالطريقة دي، وهجيب الناحية التانية برضو هخيطها بنفس الطريقة. بعد ما خيطه بالشكل ده هيكون ده شكله، هدخل المرد من جوه برضه، هحاول اظبطه كويس قبل ما اخيطه. بعدين هاجي اخيط المثلث، هخيط المثلث بالطريقة دي. ده كده هيكون شكل المرد من جوه، هيتعمل سرفلة. طبعا هو سهل جدا زي ما شفتوا، ناحية تكون عراوي وناحية هتكون زراير، الناحية اللي من فوق فيها العراوي والناحية اللي من تحت فيها الزراير. ده شكل المرد بالطريقة الجديدة، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان يكون نال اعجابكم، اتمنى تكون طريقة سهلة وكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.